بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد. النهاردة ليلة سعيدة علينا كلنا، على كل محبي وعشاق النادي الأهلي. النهاردة دخل النادي الأهلي بطولتين. البطولة الأولى تابعناها مع حضراتكم، بطولة الكرة الطائرة رجال بقيادة الكابتن محمد مصالحي ميدو. بطولة غابت عن النادي الأهلي 3 سنوات، بطولة هي الأغلى، رقم 29 في تاريخ النادي الأهلي. وطبعا النادي الأهلي هو أكثر الأندية المصرية حصولا على هذه البطولة، زي ما قلت لحضراتكم 29 بطولة. بطولة غابت 3 سنوات عن النادي الأهلي. طبعا البطولة الثانية النهاردة هي كرة القدم. النادي الأهلي النهاردة حسم الدوري رسميا، وطبعا تاني الدوري العام في كرة القدم، بيرجع مكانه وبيته الأصلي في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. خلينا نرجع النهاردة للحدث ملوك الصلاة. الحدث النهاردة زي ما حضراتكم شايفين ده تسليم ميداليات الدوري الممتاز لكرة الطائرة. خلينا أقول لحضراتكم إن كابتن محمد مصالحي المدير الفني ميدو حبيب الكل تولى المسؤولية منذ 3 سنوات. الفريق كان بيعاني من غياب عدد كبير من اللاعبين، رحيل عدد كبير من اللاعبين للاحتراف. كان لازم كابتن محمد مصالحي يكون بالشجاعة الكافية إنه يتولى المسؤولية ويبتدي بناء الفرقة من جديد. بنى الفرقة سنة ورا سنة، كل سنة كان بيحط طوبة فوق طوبة عشان يقدر يوصل للي احنا شايفينه ده. اللي احنا شايفينه ده مش مجهود سنة، مجهود 3 سنين. الطائرة يا جماعة مش بالسهولة اللي الناس متخيلها. بناء فريق في الكرة الطائرة من أصعب ما يكون، لأن اللاعب في الكرة الطائرة عشان توصل للاعب كبير أو لاعب مؤثر الموضوع بيبقى صعب. فقعد كابتن محمد مصالحي يبني مع مجموعة وكتيبة من الرجال، الحقيقة كانوا بجد رجال على مدار ال3 سنين. كابتن محمد مصالحي كان بيبني الفريق وفي نفس الوقت بيحصل على بطولات. 3 سنين ما حصلش على الدوري العام، ولكن 3 سنين كان فيهم بطولات ايضا، ولكن البطوله الاغلى هي بطوله الدوري. النهارده النادي الاهلي كان بيخوض مباراه نادي الجيش وهو حاسم البطوله، ومع ذلك النادي الاهلي لعب بروح الفانيلا الحمراء ولعب بروح النادي الاهلي انه حتى لو المباراه تحصيل حاصل فلن يفرط في اي مباراه. النهارده كابتن محمد مصالحي لعب مباراه بكل قوه، مش هو ورجاله كلهم كانوا رجالة على قلب رجل واحد. والله النهاردة وإحنا بنتابع المباراة في الكواليس ما حسيتش إن المباراة دي، أنا حسيت المباراة مباراة بطولة. 3-0 بيقاتلوا لآخر نقطة. شفنا حتى يعني اللاعب اللي بيتعور عبو، عبد الحليم عبو، والحمد لله وطمنا عليه إنه إصابته بسيطة. عبد الحليم عبو وقع في أرض الملعب، زمايله شالوه وهو كان عايز يكمل. ليه؟ لأن بالرغم إن المباراة غير مؤثرة لازم الفرقة دي الحقيقة نديها حقها. وإحنا طالعين النهاردة وطالعين ناكد ده ان الفرقه دي عملت انجاز كبير جدا. ان شاء الله الفرقه دي مسافره النهارده بالليل، الفرقه دي دلوقتي في مطار القاهره مسافره بولندا تعمل معسكر 10 ايام عشان ترجع وحوش افريقيا وابطال افريقيا. احنا حامل اللقب بطوله افريقيا للكره الطائره ان شاء الله بعد نهايه بطوله افريقيا للكره الطائره سيدات اللي هتخلص ان شاء الله يوم الخميس القادم باذن الله وتكون يعني وتكون في مكانها الطبيعي مع بطلاتنا بطلات الكره الطائره. طبعا اللحظات اللي حضرتك شايفينها دي تسليم الميداليات لفريقنا البطل، بطل مصر 2017 2018. طبعا كابتن الفريق عبد الله عبد السلام اللي رجع لبيته ومكانه الثاني الطبيعي السنه دي، وكان ليه عامل كبير في الحصول على البطوله. مش عايز انسى حد، كل الفرقه كانوا ابطال ورجال على قد المسؤوليه. بجد احنا بنربط على ايديهم وبنشكرهم انه كانوا قد المسؤوليه، ومش بس كسبوا الدوري، لا ده كسبوا الدوري بدون هزيمه. وحط بدون هزيمه دي 100 خط. لازم احنا كدورنا ملوك الصلاة ان احنا نربط على ايدين الناس دي، الرجاله دي، الابطال دول. الابطال دي ضحت بحاجات كتير. انا عايز اقول لكم ان حتى كابتن محمد مصالحي الفرقه دي ما تعدتش كويس في الصيف، لان كان اغلب الفريق مش موجود، كان اغلب الفريق مع منتخب مصر، والمحترف شكري الجويني كان مع منتخب تونس، والنهارده كمان بنكسب وشكري الجويني ما بيلعبش. يعني اذا الفرقه طبعا معوض ليبرو الفريق، كل الفرقه الحقيقه كلهم رجاله. خليني اقول لحضراتكم النهارده مباراه نادي الجيش، مع احترامنا الكبير نادي الجيش نادي كبير ويعني ونادي نجح في فتره قصيره انه ياخد دوري وكاس وافريقيا، كل التقدير والاحترام لنادي الجيش. انه احنا طبعا زي ما احنا شايفين الاول علق على اللقطه دي الاستاذ محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي الحقيقه، والمهتم بشكل كبير لالعاب الصالات، والالعاب الصالات منتظره منه الكثير داخل المجلس. وشايفين المهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري للكره الطائره المحترم، طبعا المهندس خالد ناصف سليم، معانا الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي اللي هو اصلا يعني من اسره كره الطائره، ولكن هو في منصبه دلوقتي مدير نشاط رياضي، هو مسؤول عن كل الالعاب. خليني اقول لحضراتكم ان اللقطه دي او اللحظه، لحظه التكريم دي
اللعيبه كلها بتنسى كل حاجه، ومع ذلك طبعا الفرحه دي ليها ثمن كبير، الفرحه دي ليها وضع كبير جدا عند اللاعبين، لان دي رجعتهم تاني ابطال مصر زي ما كانوا وزي ما عهدنا عليهم. احنا الحقيقه كاميرا النادي الاهلي كانت موجوده وصورت كل صغيره وكبيره بعد الماتش وخلال الماتش، احنا نزلنا لحضراتكم الماتش ولكن ما قدرناش نطلع طبعا عشان ماتش الكره، كره القدم الاهلي وانبي. خلينا نطلع لتقرير دلوقتي ونشوف الاستاذ محمد الجرحي. الاستاذ محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي وكمان رئيس اللجنه العليا المنظمه لبطوله افريقيا للسيدات، وايضا رئيس اللجنه العليا المنظمه لبطوله افريقيا للرجال، هو المنوط طبعا، هو الاستاذ محمد الضماطي نائب طبعا رئيس اللجنه العليا، هم الاثنين بيبذلوا مجهود كبير جدا جدا عشان خاطر العاب الصالات. احنا سجلنا معاهم، سجلنا مع الاستاذ محمد الجرحي وسجلنا مع كابتن محمد مصالح ميدو وسجلنا مع عبد الله عبد السلام وسجلنا مع احمد سعيد تقرير. خلينا نشوف التقرير ده مع حضراتكم وارجع لكم تاني. الحمد لله، يعني فريق النادي الاهلي طايره رجال من الفرق المميزه جدا، بذلوا مجهود كبير قوي الموسم ده، والحمد لله ربنا كرمنا بالدوري بعد غياب ثلاث مواسم، فالحمد لله ربنا كرمنا، وباذن الله ان شاء الله البطوله الافريقيه، يعني هو النهارده بالليل في الفرقه هتسافر بولندا، وان شاء الله لما ترجع بقى البطوله الافريقيه ربنا يكرمنا. احنا عندنا ست بطولات الاهلي بينظمهم، الطايره رجال وسيدات، يمكن احنا دلوقتي شغالين في السيدات، والرجال ان شاء الله تبدا يوم 25 لحد يوم 6/4 بطوله افريقيه، وبعد كده نبدا في بطولات الهاندبول باذن الله. الحمد لله طبعا ده فضل من ربنا، وزي ما قلنا بعد ماتش سموحه ان ده كان مجهود سنتين فاتوا بنبني فرقه جديده، والحمد لله ابتدينا نرجع اولاد النادي وابتدينا بعبد الله، وان شاء الله ربنا يسهل ومزيد من البطولات، وفي افريقيا كمان لسه يعني والله ابتديت احضر من دلوقتي في افريقيا، وان شاء الله ربنا سهل ونفوز بيها. محمد عبد المنعم ان شاء الله بيعمل تيست اخير في المانيا دلوقتي، وهو جاهز يعني، هو دلوقتي موجود في بولندا اصلا، وان شاء الله يلحق يلعب بطوله افريقيا. هو الحمد لله رب العالمين، ببارك كابتن هيثم وببارك كل الكباتن في الاستوديو وببارك جميع النادي الاهلي وببارك ليك وببارك للجهاز الفني المحترم والطبي والاداري، بقول لهم الف مبروك، تحيه خاصه للكابتن ميدو ومحمد مصالحي، بقول له انت تعبت كتير وصبرت كتير والحمد لله رب العالمين، والجهاز معاك المحترم تعب معاك واشتغل معاك جدا، والحمد لله ربنا بيكرم مجهودنا النهارده بفوز ببطوله الدوري بعد غياب ثلاث سنين بدون اي خساره من اي منافس، الحمد لله رب العالمين، وان شاء الله ربنا يكرم عندنا بطوله افريقيه باذن الله رب العالمين في خلال ثلاث اسابيع، ربنا يكرم نعمل عينا فيها ان شاء الله ونرجع تاني يا سيد افريقيا، وربنا يكرم بالكاس بعدها باذن الله. انت عارف النادي الاهلي وعارف السيستم بتاع النادي، احنا على طول متعودين ناخد مركز اول في كل الالعاب، فطبعا خلاص يعني نقفل بطوله الدوري النهارده ان شاء الله نحتفل بيها في الطياره ان شاء الله بالليل، وان شاء الله ربنا يكرم بقى نركز في المعسكر للبطوله الافريقيه، هو ده البطل، لازم نستحمل الظروف ولازم خلاص نيجي على نفسنا ونكمل المشوار باذن رب العالمين ونحصل افريقيا والكاس، وبعد كده عندنا وقت ان شاء الله نقعد مع اسرنا ونحتفل مع جماهيرنا باذن الله. احنا عبد الله اللي بنبارك لك وبنقول لك الف مبروك، واحنا اللي بنبارك لك وبنقول لك الف شكر كمان على ادائكم، لان عبد الله عبد السلام كابتن الفريق والحقيقه كلامه في منتهى الاهميه، الدوري خلص، البطوله اللي جايه افريقيا، خلاص الدوري اصبح تاريخ، عندنا افريقيا عايزين الثلاثيه افريقيا وبعديها كاس مصر. خليني اقول لحضراتكم انا عايز اشيد باثنين لعيبه الحقيقه، عايز اشيد بكل اللاعبين بس بخص بالذكر احمد سعيد وبخص بالذكر عبد العال. احمد سعيد اصلا مركزه مش مركز اربعه، هو مركز اتنين، ولكن كابتن مصالحي دفع بيه في مركز اربعه مش مركزه هذا العام لاصابه منعم برباط صليبي في بطوله افريقيا اللي فاتت، والحقيقه احمد سعيد كان في منتهى الرجوله، منتهى الاداء المميز، وكان ليه بصمه الحقيقه كل اللي تابعوا المباريات وتابعوا الموسم، احمد سعيد كان ليه بصمه وبيلعب في مركز غير مركزه. عايز اشيد بعبد العال ايضا، عبد العال مستواه من مباراه لمباراه بيزيد، والحقيقه عايز اقول ان كل طبعا الفرقه ده ما ينكرش طبعا الفرقه كلها نجوم، بس انا بقول لما لعيب بيتحط تحت ضغط او تحت مفاجاه انه غير مركزه في سنه من السنين ويؤدي هذا الاداء، لا لازم نشكرهم. عايز اقول كمان ان الفرقه السنه الجايه هتكون احسن كتير كمان عن كده. ازاي؟ منعم ان شاء الله بيتعالج، هو في المانيا دلوقتي منعم، وهيلحق ان شاء الله بالفريق في بولندا، هو بيتعالج في منعم بيخلص اخر كشف
الدكتور المعالج في ألمانيا بيكشف عليه عشان يديله الموافقة النهائية لنزول ملعب كامل، هيروح على بولندا ينضم للفريق، وبعد كده هينضم لبطولة أفريقيا مع الفرقة. إن شاء الله يبقى منعم هذا اللاعب الرجل، إن شاء الله هيكون مع فرقته في بطولة أفريقيا. مش كده بس، السنة الجاية بإذن الله منتظرين كلنا عودة نجم مصر وأحسن ضريف في أفريقيا أحمد صلاح. الفرقة السنة الجاية هتكون أحسن كتير إن شاء الله بإذن الله، وهتكون أفضل كتير. صورنا تقرير كمان مع رجال كتيبة الطائرة في تقرير، هشوف التقرير ده وارجع لحضراتكم. الحمد لله يعني اللي احنا قدرنا نكسب بدون هزيمه، واحنا اصلا كنا مركزين من اول السيزون اللي احنا يعني ولا هزيمه ولازم نرجع الدوري لمكانه فعلا الصح، والحمد لله قدرنا ان احنا ربنا وفقنا وكسبنا بدون هزيمه. كانت اصعب مراحل والله يعني، كان كله صعب، بس من اول دور الثمانيه اللي هو الزمالك والجيش وسموحه، دول كان فعلا فرقه كويسه وقدوا اللي هم يقدروا يعملوا معانا ماتشات حلوه كويسه، ولما كان بيقفل كنا كده كده يعني كان في سكاوتنج وكان في محاضرات كتير، لغايه لما الحمد لله قدرنا ان احنا نحفظ وربنا وفقنا الحمد لله. النهارده يعني على طول يعني ما فيش والله وقت اللي احنا الطرف بتاعتنا الساعه 4، بس يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا وكده، واحنا بنتعب يعني من اول السيزون، والمعسكر يعني تقريبا 11 يوم وهنرجع على طول على بطوله افريقيا، وان شاء الله يعني عندنا في الاهلي وباذن الله تبقى ثلاثيه السنه دي. بنهدي لكم الفوز والله، هم تعبوا معانا واحنا الحمد لله ما كسفناكوش وطلعنا رجال على قد المسؤوليه. طبعا الحمد لله، الف مبروك عوده الدوري تاني بعد غياب 3 سنين. خدنا عهد على نفسنا ان احنا ان شاء الله يعني من بدايه الموسم نكسب البطولات كلها، فالحمد لله الف مبروك للجمهور والف مبروك للجهاز الفني واللعيبه. والله البطوله كلها يعني بطوله صعبه، بطوله قويه طبعا، يعني صعوبتها في اول حاجه اللي انت غايب الدوري عنك، غايب بقاله 3 سنين، فاحنا كنا بناخد كل ماتش بماتش والحمد لله ربنا بيوفقنا وقدرنا نفوز بكل الماتشات كلها من غير هزيمه الحمد لله. الحمد لله يا رب، يعني سبب ما كانتش اختيره برشا. ثاني حاجه الف مبروك لنا بالبطوله هذه اللي غابت علينا 3 سنوات، والحمد لله اللي الدوري رجع ورجعت روح جديده للفريق، وان شاء الله يا ربي نكملوا بها يعني بدايه هذه في الموسم، وان شاء الله يا ربي خير. الحمد لله ان احنا قدرنا ان احنا نرجع بطوله الدوري بعد غياب 3 سنين، طبعا نفرح الجمهور ودي حاجه لينا برضو ان احنا بقالنا 3 سنين غايبين عن اللقب الدوري، والحمد لله ان شاء يعني ان شاء الله تبقى دي اول الطريق، ولسه في افريقيا والكاس ان شاء الله. الحقيقه لازم اعرف سيادتكم بحاجه مهمه جدا. فريق الكرة الطائرة سيدات كان في سلوفينيا بيعمل معسكر خارجي ولعب 4 مباريات منهم بطل سلوفينيا، وهناك الكرة الطائرة متقدمة جدا الحقيقة، ورجع شارك في بطولة أفريقيا. نفس الكلام بالنسبة للرجال مسافرين إن شاء الله بولندا. أنا عايز أقول لكم إن اللي أصر على سفر الفرق هو مجلس الإدارة، لأنه هو كان شايف إن واجبه يدعم الفرق بكل ما هو متاح، وشفنا النهاردة المهندس خالد مرتجي على رأس طبعا المتواجدين لدعم الفريق في الملعب، مهندس محمد الجارح، الأستاذ محمد الضماطي. دي رسالة واضحة إن المجلس مستمر في دعم الألعاب الصلاة والألعاب الجماعية، مش بس كرة القدم. كرة القدم هي معشوقتنا الجماهيرية كلنا، وإحنا كلنا بنقعد نشجع ونتفرج وهي لعب رقم واحد، ولكن النادي الأهلي مؤسسة كبيرة ولابد، وهو الدعم الأول والأخير للمنتخبات، الدعم الأول والأكبر مش الأخير طبعا، الدعم الأول والأكبر لمنتخبات مصر. فطبعا دي رسالة وجيل بيسلم جيل، وهو ده سياسة النادي الأهلي. خليني أقول لحضراتكم الحقيقة تحية كبيرة لاتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس خالد ناصف سليم. هذا الرجل الحقيقة بيخطط ومشغول دائما أبدا بهم كرة الطائرة وبيدور على الأحسن، وإحنا لمسنا ده لما استضفناه عندنا في برنامج ملوك الصلاة وشرفنا الحقيقة وهنئناه على يعني فوزه في الانتخابات. الراجل حط بلان وبدأ يشتغل كتيم ورك هو مجلسه، وإحنا بنشكره الحقيقة شكرا جزيلا على تعاوننا، حتى تعاونه معنا حتى كقناة النادي الأهلي وتيسير كل الصعاب عشان حتى نقدر نعيش حضراتكم وننشر اللعبة. فكان لازم يكون كاميرا قناة النادي الأهلي تسجل مع المهندس خالد ناصف سليم، وتسجل أيضا مع الكابتن ياسين أمين عضو مجلس إدارة. خلينا نشوف قاله إيه وارجع لحضراتكم تاني. مبروك لكم
بقول الاهلي لانه احنا فخورين لما الاهلي يكسب بطولات زي دي، خاصه بعد غياب شويه، لان احنا عارفين بقاله 3 سنين ما كسبش البطوله. انا شايف المستوى زي ما انت شايف كده قوي، وان شاء الله ده استعداد للبطوله الافريقيه للانديه اللي بتبقى اقوى من الدوري الممتاز، لان بيبقى جاي فيها انديه من كل افريقيا، ونتمنى التوفيق لكل الناس ان شاء الله. الدوري ده بالذات كان له شويه تبعيات كده، ان هو كان 28 فريق، واحنا كنا اول ما استلمنا الاتحاد ما عرفناش نعمل فيه ننظمه ازاي، ولكن انا اعتقد النهارده في اخر يوم في الدوري بقول انه الحمد لله عدى بدون اي مشاكل، وان شاء الله الموسم الجاي هيبقى اقوى ان شاء الله في الناحيه الفنيه. احنا بقى نبتدي نستعد للمنتخبات، كل المراحل السنيه تبتدي تستعد، والمنتخب الاول كمان، لانه عندنا تصفيات الدوري العالمي، ودي غالبا هتبقى في اخر ابريل ان شاء الله او في اوائل مايو، وبعد كده نخش بقى على البحر الاستعداد، البحر الابيض وبطوله العالم، وعندنا منتخبات الشباب، وعندنا البطوله الافريقيه للشباب اللي هي الالعاب الافريقيه في الجزائر، وان شاء الله خير. يعني اقول اولا مبروك للنادي الاهلي طبعا، والنادي الاهلي نادي عظيم جدا ونادي كبير، مبروك طبعا، واحنا قوام المنتخب دايما بيبقى موجود من النادي الاهلي ومعاه نادي الزمالك ونادي الجيش. موسم كان رائع، ادى الاهلي دعم فريقه السنه دي، عمل مجلس اداره ساعده جدا، عمل شغل كويس، ربنا كرمه، وان شاء الله منتظرين بقى بطوله افريقيا، يبقى النهائي مصري باذن الله من الاربع فرق اللي رايحين في البطوله الافريقيه القادمه دي ان شاء الله. خلينا اقول لحضراتكم ان دي مش اول بطوله ولا اخر بطوله دخلت النادي الاهلي، واحنا لسه في اول الموسم الحقيقه، عندنا بطولات كتيره، يمكن بطولات الشهرين دول اللي هو شهر مارس وابريل واول مايو، الحقيقه هو ده حصاد الموسم كله، هو ده حصاد المجهود بتاع الموسم كله. لا مش دي مش اول بطوله، لسه في بطولات جايه كتير، احنا لسه ان شاء الله واقفين كلنا في ظهر فريق السيدات ان شاء الله يرجع بطوله افريقيا ويبقى اللقب التاسع ليه باذن الله افريقيا، لسه في بطولات كتير. وخلينا اقول لحضراتكم ان لقب ملوك الصالات ده مش احنا ما بنقولوش او اطلقنا او تم اطلاق الاسم على البرنامج كده من فراغ، لا حقيقي ملوك الصالات في النادي الاهلي يعني بيأدوا بشكل كبير. وخلينا نقول يعني زي ما بيقولوا، خلينا لينا شعار كده، الاهلي هيقفل البطولات مع ملوك الصالات. خليني اقول لحضراتكم ان كابتن محمد مصالحي ابتدى من الموسم اللي فات الاعداد لهذا الفريق، موسمين زي ما قال كابتن محمد مصالحي بيبني بهذا الفريق لغايه ما وصل لكده، وان شاء الله السنه الثالثه القادمه باذن الله سواء كابتن محمد مصالحي موجود او غيره سيتم ايضا تدعيم الفريق، ومنتظرين من فريق الطايره الكثير. خلاص فريق الطايره الحمد لله ركب الدوري، عايزين 5-6 سنين بطولات، وان شاء الله بنتوقع كده من فريق الطايره. خلاص البطوله دي اصبحت تاريخ، خلينا نقول كابتن الخطيب حتى قال هذا الكلام في تكريم الفرق، البطوله اللي بتتاخد خلاص بتصبح تاريخ. البطوله اللي جايه ان شاء الله بطوله افريقيا للرجال، ولكن احنا عندنا دلوقتي بطوله احنا كلنا ورا فرقتنا، فريق الاهلي سيدات لكره الطائره اللي بيخوض منافساته بقوه، وهيبتدي بكره الجد، بكره ما فيش هزار، بكره ان شاء الله دور الثمانيه. النادي الاهلي بكره عنده لقاء مهم الساعه 8، قبليه طبعا لقاء نادي الشمس الممثل الثاني عن مصر. خلينا نتكلم اكتر عن البطوله دي، وخلينا استعرض مع حضراتكم نتائج الخمس ايام اللي فاتوا في البطوله، في زي ما بنقول في شغل جرافيك كده بسيط عشان نعرف حضراتكم حتى اللي ما كانش متابع البطوله ايه اللي حصل خلال خمس ايام. خلينا نبتدي مع حضراتكم الاول النتائج الفرق. طبعا يوم البطوله انطلقت
يوم الثلاثاء 6 مارس الاهلي المصري لاعب نيكومبا الاوغندي فاز النادي الاهلي 3-0. اسك الايفواري لاعب دوانز البوركيني فاسو وفاز اسك 3-1. الانابيب الكيني لاعب الشمس كسب 3-0. هراري الزيمبابوي لاعب بي دي اف 6 البوتسواني وفاز هراري 3-1. فيجن الاوغندي لاعب دي جي اس بي الكونغولي وفاز فيجن 3-0. قرطاج التونسي لاعب نجمه الشلف فاز قرطاج 3-0. الجمارك النيجيري لاعب اي ان جي اس الكاميروني وفاز الجمارك 3-1. نتائج اليوم اللي بعده الاربعاء 7 مارس قرطاج التونسي لاعب هراري الزيمبابوي وفاز 3-0. فاب الكاميروني لاعب دي جي اس بي الكونغولي وفاز 3-0. الشمس المصري لاعب فيجن الاوغندي وفاز 3-0. بافيا الكاميروني لاعب نجمه الشلف الجزائري وفاز بافيا 3-0. السجون الكيني لاعب الجمارك النيجيري وفاز السجون 3-0. ريفينيو الرواندي لاعب نيونج الكاميروني وفاز ريفينيو 3-1. نتائج مباراه الخميس 8 مارس اسك الايفواري لاعب السجون وفاز السجون 3-0. الانابيب الكيني لاعب فيجن الاوغندي وفاز الانابيب 3-1. اي ان جي اس الكاميروني لاعب دوانز البوركيني فاز اي ان جي اس 3-0. بافيا الكاميروني فاز على هراري الزيمبابوي 3-0. الشمس فاز على فاب 3-0. قرطاج التونسي فاز على بي دي اف 6 البوتسواني 3-0. الاهلي المصري فاز على ريفينيو 3-0. خلينا نشوف مباريات يوم الجمعه. بافيا الكاميروني فاز على بي دي اف 6 البوتسواني 3-2. نكومبا الاوغندي فاز على نيونج الكاميروني 3-0. السجون الكيني فاز على دوانز البوركيني 3-1. نجمه الشلف الجزائري فاز على هراري 3-0. الانابيب الكيني فاز 3-0 على دي جي اس بي الكونغولي. الجمارك النيجيري فاز 3-0 على اسك الايفواري. فيجن الاوغندي فاز على فاب الكاميروني 3-0. نتائج يوم السبت 10 مارس الجمارك النيجيري فاز على دوانز البوركيني 3-1. السجون الكيني فاز على اي ان جي اس الكاميروني 3-0. ريفينيو الرواندي فاز على نيكومبا الاوغندي 3-0. قرطاج التونسي حامل اللقب فاز على بافيا الكاميروني 3-0. الانابيب الكيني 3-0 على الفاب الكاميروني. الشمس فاز على دي جي اس بي الكونغولي 3-0. نجمه الشلف الجزائري فاز على بي دي اف البوتسواني 3-0. الاهلي المصري فاز على نيونج الكاميروني 3-0 في المباراه اللي تابعناها على شاشه قناه النادي الاهلي. خلينا نشوف مع حضراتكم مباريات دور الثمانيه. السجون الكيني هيلاعب ريفينيو الرواندي الساعه 2 مساء. المتوقع ان شاء الله هيكون فوز السجون بنسبه كبيره. الانابيب الكيني هيلاعب بافيا الكاميروني الساعه 4، ومتوقع الانابيب اول مجموعته هيفوز على بافيا الكاميروني. احنا بنقول متوقع عشان الناس تبقى برضه حاسه بقوه المباراه. الشمس المصري هيلاعب قرطاج الاقوى حامل اللقب، ولكن احنا بندعم الشمس، بندعم نادي الشمس المصري ان شاء الله يقدر يتغلب على قرطاج. يعني في فرق، ولكن بالروح والحماس يقدر نادي الشمس يفوز على قرطاج التونسي حامل اللقب. الاهلي المصري بيلاعب الجمارك النيجيري ان شاء الله، ونتوقع باذن الله الساعه 8 فوز النادي الاهلي. وهنغطي المباراتين بتوع قرطاج والشمس، او الشمس وقرطاج، الساعه 6 غدا، والاهلي المصري والجمارك هنغطيهم بكره على قناه النادي الاهلي، وهنطلع مع حضراتكم زي ما عودناكم قبل المباراه الساعه 5 في استوديو تحليل. خلينا نقول النادي الاهلي فاز 8 مرات بهذه البطوله. اول بطوله كانت 1996، ثاني بطوله 1999، الثالثه 2000، الرابعه 2003، الخامسه 2007، السادسه 2009، السابعه 2015، البطوله الاخيره 2016، وان شاء الله 2018 ستكون البطوله التاسعه. خلينا استعرض مع حضراتكم تشكيل الفريق. هنبتدي باللاعبات. طبعا كابتن الفريق الكابتن نهله سامح، معده الفريق وصانع العاب وشروق فؤاد، 7 مريم مصطفى ليبرو الفريق، 20 مريم متولي، آية الشامي، دانا شوقي، رنا الجهري. أستكمل حضراتكم باقي اللاعبات. فريدة العسقلاني، نور الله ياسين، نرمين المنشاوي، رحمة المهندس، كاترين شيلينكوفا، اللاعبة المحترفة الأوكرانية في صفوف النادي الأهلي، مايا ممدوح، ندى وليد. دول كاتبتنا اللي الحقيقة أصبحوا نجوم وإحنا بنتابعهم لاعبة لاعبة. خلينا نقول تشكيل الجهاز الفني. طبعا العالمي المدير الفني كابتن حمدي الصافي، المدرب العام كابتن ياسر صلاح، المدير الاداري مجدي بيبو، اداري ايهاب عبد المنعم، مخطط احمال الكابتن رانيا عبد العزيز، محلل تقني ايمن فؤاد عبد السلام، اخصائي علاج طبيعي منة طلاع عادل، مشرف عام ممدوح نور. خليني اقول لحضراتكم انه البطوله هتبتدي بالجد بكره. البطوله هي دور الثمانيه، ثلاث مباريات، دور الثمانيه، دور الاربعه، والفاينل. عايزين كل المؤازره، كل يعني زي ما بيقولوا كل الدعم للفريق. ابتداء من بكره ان شاء الله يبتدي النادي الاهلي معركه الحصول على اللقب التاسع له. هطلع فاصل مع حضراتكم عشان استقبل ضيفي
مدير فني منتخبات السيدات الاتحاد المصري للكرة الطائرة الكابتن هشام بدراوي. فاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نستكمل كلامنا عن بطولة افريقيا 29 في نسختها 29 والتي تقام على صالة امير عبد الله الفيصل بالجزيرة. اهلا بحضراتكم من جديد. خليني اوضح معلومه الاول، ان كابتن محمد مصلحي طبعا مدير الفني للفريق الاول الكره الطائره تولى المسؤوليه سنتين، انا قلت ثلاثه يعني خطا مطبعي، ولكن خليني اقول لحضراتكم ان الحقيقه الكره الطائره الان جوه مصر وخاصه النادي الاهلي هو بيتوجه اليه انظار كل القاره الافريقيه. ليه؟ النهارده شفنا في مباراه النهائيه او المباراه الختاميه في دوري رجال الكره الطائره حضور اثنين من نواب الاتحاد الافريقي، بل كمان رئيس الاتحاد الافريقي الدكتور عمرو علواني كان متواجد. يعني معنى كده انه افريقيا كلها مهتمه بالكره الطائره جوه النادي الاهلي، مش بس النادي الاهلي وكمان مصر. فده طبعا انجاز كبير النادي الاهلي، يعني ان انت تخلي ترجع مصر تاني للرياده، تخلي تاني مصر محط انظار القاره السمراء، دي حاجه نجاح كبير جدا. الحقيقه واحنا بنتكلم النهارده عن بطوله افريقيا للكره الطائره السيدات، يعني الحقيقه مين هيتكلم عن الموضوع ده اكتر من مدير فني المنتخبات كلها للسيدات او للانساء؟ هو اكتر واحد طبعا هيكون مراقب البطوله جيدا. ليه؟ لانه هيكون بيراقب فرقته او عناصر المنتخب في كل المراحل، وفي نفس الوقت عينه على الفرق الاخرى اللي هيقابلها، سواء الفرق التونسيه او الفرق الكاميرونيه او الفرق الكينيه. فالحقيقه زي ما عودناكم في ملوك الصراط بالتميز، كان لازم يكون ضيفنا ايضا مميز. بنرحب بضيفنا الكابتن هشام بدراوي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك، حضرتك منورنا وبتشرف طبعا استوديو ملوك الصالات. واذا تحدثنا طبعا عن الكره الطائره لازم نتحدث عن حضرتك كابتن هشام. شاكرين جدا. شاكرين جدا كابتن هشام. حضرتك الاول قبل ما ننتقل للبطوله الافريقيه طبعا للسيدات، اللي طبعا يهمنا نعرف راي حضرتك بالتفصيل عنها، عايز راي حضرتك في انجاز الاهلي النهارده في حصوله على بطوله الدوري العام للرجال بدون هزيمه. طبعا انا ببارك النادي الاهلي لعيبه واداريين وجهاز فني واداري واعضاء مجلس اداره وجماهير النادي الاهلي على الفوز النهارده ببطوله الرجال. وانا كمان اللي بقول الرجال هي وجهه النادي. يعني انا مدرب انشطه بس الرجال هي وجهه النادي. يعني فعلا وجهه النادي هي الفريق او الرجال. والنهارده ما شاء الله شرفونا رجال الكره الطايره، شرفونا والجهاز الفني على مستوى عالي جدا محمد مصلحي، ويمكن تعديل صغير على سيادتك، هو بقاله سنتين بس كان ثلاث سنين قبل كده موسم هو المدرب العام للنادي الاهلي. يعني بقاله خمس سنين مع الفرقه دي وحافظهم كويس قوي وعارف كل صغيره وكبيره عنهم، عشان كده بيقدر يديرهم بكل شيء، عارفهم كويس وفاتحهم ومربيهم بقاله خمس سنين مع الفرقه، فهو عارف كل حاجه عليهم. صحيح. عشان كده بسهولة جدا بيقدر يكمل الطريق، يكمل المشوار. صحيح. وان شاء الله ربنا يوفقه في افريقيا ان شاء الله. ان شاء هو بطل افريقيا ان شاء الله، فان شاء الله يحافظ على البطوله دي باذن الله. باذن الله. كابتن ننتقل الى البطوله يعني اللي هي دلوقتي الحدث الكبير اللي بيستضيفه النادي الاهلي. كابتن اخبار البطوله ايه؟ شايفها ازاي كابتن بعد انتهاء الدور التمهيدي؟ وبرضه في حته كده هو لسه مستدك بتقول النادي الاهلي هو وجهه للافريقيا كلها. النهارده الساعه 10 الصبح كان في محاضره للمدربين الافارقه كلهم في قاعه فكر باشا اباظه في النادي الاهلي بالمحاضر الدولي شريف الشملي. كان النهارده في الساعه 10 كل المدربين الافارقه كانوا موجودين واعضاء مجلس الاداره الافريقي وكلهم كانوا موجودين النهارده في فكر باشا اباظه. فدي برضه حته اللي انت بتقول النادي الاهلي وفعلا هو المنار بتاع العلم. حضرتك هذه يعني الكلينكس او اللي ما بيقولوا الدورات التدريبيه اللي بتبقى بجانب البطولات، الحقيقه دي بيبقى ليها تاثير كبير جدا، واكيد نفس الكلام اللي بيحصل مع المديرين الفنيين للحكام ايضا في سمعه الدورات. وبرضه في الحكام عندنا برضه رئيس لجنه حكام الافارقه حسن أحمد متواجد بكل يوم، ده كل يوم بقى كل يوم بيجمع الحكام الافارقه وبيعدلهم بدون القانون وكل حاجه. يعني احنا
فعلا ما زلنا مصر عرس كبير يا كابتن الكره. طبعا عرس كبير جدا. احنا حاسين بده كمان يا كابتن. ودي اقوى بطوله في افريقيا. صحيح. يعني اقوى من منتخبات. اثنين عندنا رجال وسيدات. رجال ونسات. ودي اقوى من منتخبات بالنسبه دي اعلى بطوله واقوى بطوله اللي هي بطوله افريقيا رجال ونسات. خليني اقول لحضرتك انه حتى السنه اللي فاتت او اللي قبلها الاوليه ما فيش نادي ابدا نظم البطولتين رجال وسيدات. كان دايما بنلاقي الرجال بينظمها نادي والسيدات بينظمها نادي او الرجال دوله والسيدات دوله ثانيه. ولكن الحقيقه اللي بيعمله النادي الاهلي ده النهارده انا بقول انه اعجاز. اعجاز في ايه؟ مش بس النادي الاهلي خد السنه اللي قبلها ثلاث بطولات قاريه سله وطايره ويد ابطال دوري، ولكن بينظم اربع بطولات هم الاكبر في افريقيا في شهر او شهر ونص. عادي بالنسبه للنادي الاهلي دي عادي جدا. انا بسميها اعجاز لانه مش حد لا هي عادي جدا بالنسبه للنادي الاهلي. عندنا في النادي الاهلي في اجهزه اداريه وعلى اعلى مستوى فبتقدر تدير كل حاجه. والبطوله ماشيه زي الساعه. صحيح. كل المواعيد وكل الفرق في ميعادها بالظبط، تدريب والتغذيه والاقامه وكل شيء والمباريات والنقل وكل حاجه زي ما الكتاب بيقول. ومعانا تقارير على فكره يا كابتن، هتفاجئ حضرتك التقارير دي. احنا عاملينها طبعا تقارير عاملها مع الفرق وهنعرضها دلوقتي على الساده المشاهدين. هتفاجئ حضرتك التقارير وهتشوف الناس قالوا ايه. خلينا يا كابتن بعد الدور التمهيدي، طبعا حضرتك تابعت البطوله على المنكثب وشفت واطمنت على لعيبتك وشفت الدنيا فيها ايه وجميع الاعمار، قيم لي البطوله فنيا كده يا كابتن. هو طبعا البطوله فنيه عاليه جدا، واثبات ان الفرقه اللي هي بتنافس في افريقيا اللي هي مصر وتونس والكاميرون وكينيا هم الفرقهم ونيجيريا هم الفرقهم اللي وصلت الدور الثمانيه. صحيح. معنى كده ان فعلا في خمس دول مستواها عالي جدا هم اللي اشتركوا في النهائيات. صحيح. هتبقى النهائيات على مستوى عالي جدا عشان كل دوله من دي او كل فرقه من دي لها مدرستها. كينيا لها مدرسه، مصر لها مدرسه، الكاميرون لها مدرسه، نيجيريا لها مدرسه، تونس لها مدرسه. فهنشوف البطوله الجايه ان شاء الله المباريات اللي جايه خمس ست مدارس مختلفه تماما في الكره الطايره على مستوى عالي جدا. يا كابتن اللي عايز يبقى بطل لازم يقدر يلعب على كل المدارس دي. ميزه النادي الاهلي ان عنده جميع الخطوط جاهزه، حتى البدلاء جاهزين. يعني احنا مثلا عندنا من احسن حائط صد في افريقيا موجود عندنا في النادي الاهلي، احسن ضاربه في مركز الدفاع عندنا في النادي الاهلي، احسن ليبرو موجود عندنا في النادي الاهلي، منى مريم مصطفى كل دول موجودين في النادي الاهلي، زائد البدلاء لا يقلوا عن الاساسيين حاجه. فاحنا بنقدر نشكل اي هجوم علينا او اي خطط هجوميه علينا من عندنا حلول ليها كويسه. حلول ليها حتى البديل نفسه، حتى لو حد حتى البدلاء نفسهم. احنا شفنا امبارح الشوط الثالث لعب الكابتن حمدي بكل البدلاء ولا يقل عن ما فيش ما حدش بيحس ان في بدلاء في الملعب. صحيح. طب كابتن خلينا نتكلم عن مباراه دور الثمانيه بكره ان شاء الله. خلينا نبتدي بمباراه نادي الشمس ضد قرطاج. يمكن نادي الشمس صعب المهم على نفسه بخساره مباراه الانابيب، احتل وصيف المجموعه فاصطدم بقرطاج حامل اللقب في دور الثمانيه. هو الشمس طبعا حظه متعثر شويه ان عنده اصابات كتير، زائد ان خسر اول مباراه وهيلعب بكره قرطاج التونسي. وقرطاج التونسي ده انا متوقعه يعني ممكن يكون هو النهائي مع النادي الاهلي ان شاء الله. النهائي اللي هيكون فرقه جاهزه برضه زي ما بنقول، فرقه جاهزه فيها كل مواصفات المكسب، فيها كل عوامل المكسب عندهم في فرقه قرطاج. صحيح. عندهم لعيبه زي ما في الاهلي في لعيبه عندهم الخبره وعندهم الشباب، هم برضه عندهم نفس الطريقه. ففرقه ماتش بكره على توني على الشمس ماتش تقيل، وربنا يوفقهم ان شاء الله، ويمكن ربنا يوفق ويعملوا نتيجه كويسه مع بس كرتاش. خلينا نقول يا كابتن ان الشمس لم يستعد جيدا. خلينا نقول الامانه والصراحه ان نادي الشمس لم يكون جاهزا للبطوله بالشكل اللي يعني كان يجب. ان نادي الشمس كان وصيف البطوله اللي فاتت، عمل انجاز، وصل فاينل وفاز على الاهلي في قبل النهائي، ووصل الفاينل في تونس في قرطاج ولعب قرطاج وخسر 3-2 بعد مباراه ماراثونيه من خمس اشواط. اذا نادي الشمس لو يعني كان محتاج شويه اعداد، راي حضرتك ايه؟ نادي الشمس حصل فيه تغيير في كل حاجه، من اول الاجهزه الاداريه لغايه الاجهزه الفنيه لغايه اللعيبه. يعني كان عندهم رئيس عضو مجلس اداره وامين الصندوق طارق كان بيراعي هذه الفريق، فما ربنا ما وفقوش في الانتخابات، فالفريق حصل العكس، في ما فيش دعم من المجلس الاداره اللي جامد، وبرضه اللعيبه اللي حصل لهم اصابات دوله برضه كان حظه
فيهم غير موفق، زائد اللي سافرت البنتين اللي سافروا برضه، وكل ده وزائد ما فيش معسكر بيجوا على المباريات على طول. بس كويس بنشكرهم، بنشكرهم يعني انهم عليهم بامانه فوق فضل، بنشكرهم احنا بشكرهم جدا الجهاز الفني واللاعبين على المجهود اللي بيعملوه. طب كابتن استاذن حضرتك واستاذن المشاهدين، نطلع نشوف تقرير مع عقبه فتم عضو مجلس اداره الاتحاد الدولي لكره الطائره ونائب رئيس الاتحاد الافريقي، نشوف قالت ايه على حضرتك. Tout d'abord, je suis très content d'être en Égypte parce que l'Égypte, c'est quand même le siège de la Confédération africaine de volleyball. Donc, le niveau d'organisation est très bon. Ça se passe chez nous à la Confédération africaine de volleyball. Il y a d'abord une première commission qui inspecte les lieux, les hôtels, les stades où seront, où vont se dérouler toutes les compétitions. Ensuite, il y a une commission de contrôle qui est en place, qui vient pour superviser ce qui a été fait par le comité local, qui est dirigé bien sûr par le staff d'Ali. Donc, pour nous, l'organisation est de très bonne qualité, parce que les joueurs sont bien logés et les installations sportives sont très bien. L'organisation, le transport, au niveau de la santé, il n'y a pas de problème. Et je suis très content en tant que président de la commission de contrôle. هو اولا بيبدي سعادته بانه موجود في مصر، وثانيا بيتكلم ان التنظيم رائع من اول الاستقبال بسبب طبعا وجود اقامه هائله جدا للعيبه، كل شيء مهيئ للاعبين هنا ان هم يكونوا سعداء في مصر. طبعا تنظيم من قبل النادي الاهلي رائع، مفيش اي مشاكل، فبالنسبه لهم كل حاجه ماشيه بشكل ممتاز. Vous savez que l'homme doit se perfectionner toujours. Lorsque il y a une bonne communication, il y a les observations qui sont faites, l'homme s'améliore. Nous avons eu des réunions avec le comité local d'organisation, nous avons dit ce qu'il y avait à améliorer et les choses chaque jour ça devient très bien. Et jusqu'à la fin de la compétition, ça sera, comme on dit, l'excellence. Parce que Ali, c'est quand même un très grand club. Et je pense Ali a organisé des événements au niveau du handball, du football. Et puis, bon, c'est une grande réussite hein, au volleyball. Et nous sommes très contents. Je félicite et je remercie les dirigeants d'Ali pour avoir si bien organisé. Et ils continuent à le faire. Et nous comptons sur eux parce qu'il y a la visibilité en même temps de l'événement. Il y a beaucoup de choses, c'est très parfait. مبدئيا طبعا في تحسن في التعامل، في تحسن في الإقامة، في تحسن في كل شيء. هو بيقول طبعا من الطبيعي ان كل ان الواحد دايما دايما في تقدم وفي تحسن، فالأهلي طبعا بأنه فريق كبير جدا نظم بطولات كبيرة جدا على مستوى كرة القدم، كمان نظم حاجات كبيرة جدا، فبالنسبة لكرة الطائرة دلوقتي في تنظيم أفضل، وشايف ان في كل يوم في تحسن، على آخر يوم في البطولة بيعتقد ان هو ده هيبقى الامتياز. Bon, avant de répondre à cette question, je dis que le plus important dans un pays, c'est la paix. Vous pouvez avoir les plus bonnes choses, les plus belles choses du monde. Lorsqu'il n'y a pas la paix, vous ne pouvez rien faire. Donc en cela, je remercie d'abord les plus hautes autorités de ce pays, en tête le président Al-Sisi, parce qu'il met en place les conditions pour qu'un tel événement se passe. Il y a quand même 13 pays, il y a 19 équipes, et pour que tout ce monde-là se sente en paix et en sécurité, il y a une bonne chose qui a été faite. Donc pour moi, le reste n'est qu'accessoire. Le plus important, c'est la paix. Je remercie aussi le docteur Elouani parce qu'il fait beaucoup pour le volleyball. Et il n'y a pas de raison que dans le pays qui héberge la Confédération africaine, que l'organisation ne soit pas parfaite. Donc l'accueil, les gens sont merveilleux ici. Ils sont gentils, ils sont accueillants. Et je pense que chacun se sent comme chez soi. Et je ne me sens nullement à l'étranger. هو مبدئيا قبل ما ارد على السؤال ده ان هو ايه الاكثر حاجه بيحبها في مصر، لازم يقول ان اهم حاجه في اي بلد هو السلام، ودي الحاجه الاكثر اللي هو شايفها انه مرتاح جدا بيها في مصر، السلام اللي هو شايفه في 19 فريق هنا كلهم في امن وسلام.
ودي اهم حاجه، حاجه بيخلي يشكر عليها الرئيس السيسي على دعمه واظهاره للسلام في مصر، وحاجه كمان بيشكر بيها النادي الاهلي والدكتور علواني على الجهد المبذول انه يطلع بالشكل ده، وده بالنسبه له اي حاجه تانية غير بعد السلام ما في، يعني مش مهمه، اهم حاجه هو ادام في سلام في البلد دي خلاص، يبقى هم طبعا سعداء جدا جدا وبيشكروا النادي الاهلي على التنظيم الرائع والبلد على هذا السلام. يعني بون جو تي رابيلي que je suis le président du comité de contrôle. Le plus important, c'est que le meilleur gagne. Je sais que Ali s'est bien préparé dans l'organisation et dans beaucoup de choses. Mais pour moi, le plus important, c'est que le meilleur gagne. Nous avons insisté qu'il y ait les meilleurs arbitres qui arbitrent cette compétition et que tout le monde ait les mêmes chances. Et vous verrez que nous accordons les chances à tout le monde. Et si l'équipe locale est la meilleure, elle va gagner. Sinon, ça pourra être une autre équipe. طبعا هو الاول بيقول يعني يحط في الاعتبار منصبه، فكنائب طبعا نائب رئيس الاتحاد الافريقي، فطبعا هو بيتكلم ان الفريق الافضل هو اللي هيفوز، ما يقدرش يحدد فريق معين، ولكن كل شيء مهيئ لجميع الفرق، كل الفرق عندها نفس الفرصه، فطبعا الفريق الافضل هو اللي هيفوز في الاخر. Le public égyptien et le public d'Ali, c'est quelque chose de sensationnel. Je vois ce public vibrer au stade. J'aimerais qu'ils viennent supporter les équipes, toutes ces équipes qui sont venues. J'ai vu le public d'Ali vibrer et je pense qu'ils fassent comme ils font au football. Nous avons besoin de ça, nous avons besoin de développer le volleyball et nous avons besoin de ce public. Qu'il y ait le calme, qu'il supporte chaque équipe, qu'il supporte toutes les équipes et nous serons les plus heureux et le docteur Elouani sera heureux et la fédération égyptienne sera très heureuse et nos amis d'Ali, ils seront comblés. Une bonne organisation, maintenant s'ils peuvent gagner la coupe, ça c'est une autre chose. طبعا هو بالنسبه له اهم حاجه اللي عايز يقولها للجمهور والشعب هنا في مصر، ان الشعب مبدئيا بيقول ان الشعب المصري هو جمهور النادي الاهلي، فبالتالي هو بيطلب منهم ان يجوا يشجعوا كل الفرق، هم فعلا محتاجين ده، هم فعلا سعداء جدا جدا بوجود الجمهور، لما بيشوفوهم في المدرجات بيبقوا سعداء جدا، فهم عايزين يجوا يشجعوا كل الفرق، وبالتالي هيبقى كلهم سعداء، دكتور علواني هيكون اكيد سعيد، فيعني تكمله للتنظيم الرائع من قبل النادي الاهلي نخلي الجمهور يجي ويشجع كل الفرق. Bon, l'Égypte, c'est comme chez moi. Je viens souvent en Égypte et je pense que c'est un grand peuple. C'est un peuple qui aime le sport et je me suis senti et je me sens toujours comme chez moi. Donc, le public, le peuple égyptien, je le porte dans mon cœur. Donc, je dirais que j'étais très bien accueilli, bien logé et toutes les conditions étaient bonnes. Je pense que l'Égypte doit continuer comme ça pour amener très haut le flambeau du sport en général, très haut, le sport africain. Le volleyball, pourquoi pas? Je sais que le football, c'est une affaire déjà réglée, c'est déjà un haut niveau, mais je pense qu'au volleyball, les choses sont bien. Je dirais à ma famille que j'ai été très heureux d'avoir supervisé cette compétition avec plusieurs amis, les Okuba, les Hassan, les Frédéric et tout le monde et on était très heureux. هو ما يرجع بلده هيقول لأهله على قد إيه مصر هي بلد رائعة، كل حاجة شافها، هو ما بيجي هنا بيحس إن هو قاعد في بيته، يعني دي مش أول مرة يجي مصر، هو بيجي كتير ودائما دائما بيحس إن ده بيته، فبالتالي هو هيقول لأهله على روعة البلد دي من تنظيم، من 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 استقبال رائع من شعبها، فهيقول للناس وهيبلغهم ان دي بلد يعني ينصح الناس انها تيجي فيها، ودايما بيتمنى ان مصر تكمل على نفس النهج زي ما هي متفوقه في كره القدم، هو عايز كمان الفولي يعلى اكتر واكتر واكتر، فبالتالي هو ليه بيشعر بالفخر ان هو بيسوبرفايز هنا وبيدير البطوله هنا، ودي حاجه طبعا بتخليه سعيد جدا. C'est moi qui vous remercie parce que vous nous permettez de porter très loin les couleurs du volleyball africain et je pense qu'il faut remercier spécialement les dirigeants d'Ali parce qu'ils ont pris en charge l'organisation d'un grand événement avec près de 19 équipes, c'est beaucoup, avec près de 13 pays, c'est beaucoup et je souhaite qu'Ali
aille de l'avant, qu'il y ait des succès et que leurs dirigeants soient protégés par Dieu. Je vous remercie. بيقول ان هو اللي بيشكرنا على الاستقبال وبيقول ان اللي يستحق الشكر فعلا هو النادي الاهلي على الاستقبال الرائع مديرين ورؤساء النادي الاهلي هو بيشكرهم بشكل خاص على كل اللي بيعملوه من ساعه اما وصلوا مصر لحد ما بتنتهي البطولات او لحد طول فتره الاقامه هو بيشكر النادي الاهلي جدا 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 اللي هو عنده كل المقومات اللي يخليه الافضل في افريقيا دايما. ده تقريرنا مع عقبة فوتم نائب رئيس الاتحاد الافريقي للكره الطائره، والحقيقه هو وجه يعني امور كثيره اتكلم عنها، اتكلم عن التنظيم رائع، اتكلم عن اهم حاجه شايفها الامن والامان، وشكر طبعا القياده السياسيه برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير هذا الامن والامان. والحقيقه من يدري اللي يعرف النعمه دي هو الحقيقه الدول الافريقيه اكتر شيء، لان هم بيعانوا من هذا الموضوع. طبعا هو قال انا بحكم منصبي مش هقدر اتوقع مين الفائز، ولكن سيكون الفوز للافضل اكيد. قال ان الشعب المصري، ان جمهور الاهلي جزء كبير من الشعب المصري، وهو يتشوق انه يشوف جمهور النادي الاهلي بيوجه ليه الدعوه. والحقيقه يعني هذا الرجل اصبح سفير عن مصر، انه بيقول انا لما ارجع بلدي هدعو كل الناس لزياره هذا البلد الرائع. قال وجه الشكر للنادي الاهلي كإدارة وكمسؤولين تنفيذيين على حسن الاستقبال وحفاوة يعني الاستضافة. يمكن كابتن يعني كلام أقصد أقول إحنا ممكن نقوله، ولكن لما الكلام ده يطلع ونسمعه لايف من مسؤول كبير في الاتحاد الأفريقي، بيتهيألي ده أكبر دليل على نجاح البطولة. لا وده حقيقة، يعني هو ما بيجاملناش، دي حقيقة. يعني إحنا أفريقيا بنروح أفريقيا، في دول في أفريقيا ما بنقدرش تخرج بعد الساعه 7 او 8، الماتشات بتبقى الصبح يعني قبل الغروب الشمس. ما فيش حاجه، الدوله الافريقيه في الشارع كتير قوي، كلنا حصل معانا، وفي حاجات كتير قوي، تغذيه، اقامه، لا في، هو ما بيجاملناش، هو بيقول الحقيقه. في سلام، في كلمه كابتن، الكلمه والسلام طبعا عندنا امن، بسم الله ما شاء الله امن جامد جدا، وكل حاجه الاهلي مجهزها، اذا كانت اقامه او اعاشه او نقل او اي حاجه او ملاعب او تدريب، ما فيش اي حاجه ناقصه. عارف يا كابتن، انا بقول لحضرتك ان البطوله دي او البطولات دي الحقيقه يعني بتقدم، يعني زي ما بيقولوا بتقدم خدمه كبيره للوطن الحقيقه، لانه كل هذه الفرق اللي هتيجي تشارك سواء في اليد او الطايره، نقول مجموعهم 60 او 70 فريق في مجمل الاربع بطولات، هيرجعوا سفراء عن بلاد، عنا احنا، عن مصر في بلادهم، ومش هنشوف اكتر من كده، ولا نقدر لو احنا حاولنا نعمل ده، يعني زي ما بيقولوا لو يعني لو انفقنا اموال كتيره ان احنا نخلي ناس سفراء لينا يتكلموا بقلبهم عن مصر، الرياضه عملت ده. طبعا كلام سيادتك صح 100%، كل دول سفراء عندنا لما يسافروا بلادهم فعلا بيتكلموا، دي احسن دعايه لمصر. هي مصر مش ناقصه دعايه طبعا افريقيا، بس هم دول في الوقت الحاضر اجيال جديده لازم تسمع او الظروف اللي احنا فيها فعلا دي بتاع، وخاصه 90% دلوقتي من المباريات بتوزع في جميع دول العالم، مش مباريات بس، وكل اللقاءات في فرق بيجيب معاها اجهزه وبيصوروا اللقاءات والاماكن والفنادق والملاعب، كل ده بتصور وبيعرضوه في بلادهم. اكيد في فرق طلبت، اكيد في فرق طلبت، دي احسن دعايه طبعا. نحب نشكر النادي الاهلي اللي عمل دعايه ايجابيه لمصر. خليني اقول برضو يا كابتن ان ده بدون دعم من الدوله. خلينا نقول ان كل الصرف اللي تم انفاقه ده من النادي الاهلي من خزينه النادي الاهلي من تمويله الذاتي. مفيش دعم من الدوله، يعني حتى لما بيحصل بطوله افريقيه بالمنتخبات او كاس عالم او خلافه بيحصل دعم من وزاره الشباب، ولكن النهارده النادي الاهلي بيقول يا جماعه انا هنظم هذه البطولات بدون اي دعم من الدوله. طبعا النادي الاهلي مش محتاج دعم، يعني النادي الاهلي مش محتاجين دعم من اي جهات ثانيه او حاجه، هو النادي الاهلي برجالته بامواله الخاصه بكل ده بيقدر يغطي كل حاجه، وخاصه يعني انت عارف سيادتك تكلفه اللي هي مبدئيا فوق 3 4 مليون تكلفه مبدئيا من غير اي حاجه، اللي هي اقامه الفرق والحاجات الثانيه، يعني زي ما احنا بنشوف والدولارات اللي بتدفع للاتحاد الافريقي او الاتحاد المصري مقابل تنظيم البطوله، كل دي مبالغ طائله. كابتن برضو يعني اكيد حضرتك رحت ك يعني مدير فني ولاعب وزرت كل دول افريقيا وكل دول العالم، حضرتك ما شاء الله تاريخ عريض مع كره الطائره المصريه،
الحقيقه النهارده كمان لما الفرق بتروح جولات سياحيه في الدوله اللي هي رايحاها، اكيد حضرتك رحت ده في دول اخرى. النهارده تم تنظيم بالتنسيق طبعا مع وزاره الشباب والرياضه والتنسيق مع وزاره الاثار، تم تنظيم رحلات لزياره المعالم الاثريه في مصر لكل الفرق، ومعانا صور هيعرضوها علينا وحضرتك، وانا بتكلم مع حضرتك الصور دي هنعرضها في خلال الجولات السياحيه. بتهيألي برضه دي تاكيد ان ده، ودي طبعا جزء من الصور، ده تأكيد لوجهة النظر ان انت كل هؤلاء اللاعبين سيصبحوا سفراء عن مصر في بلادهم. انا بقول لسيادتك هي الحاجات دي كلها دي بتبقى دعاية لمصر بالنسبة للدول دي. ده في الهرم ده يعني الفرق كلها راحت الهرم، كلهم راحوا الهرم، وبيبقى في كمان ساعات لأعضاء مجلس الإدارة بتاع رحلة نيلية في مركب النيلية في الليل على النيل، طبعا إعجاب، احنا كل الرحلات دي بناخدهم إعجاب فوق ما تتخيل. وغير كده لما بيخشوا مثلا النادي الأهلي أو شافوا صلاة النادي الأهلي أو بيروحوا مجمع صلاة، بتبص في عينيهم الإبهار بطريقة، حتى المنتخبات يعني مثلا بطولة العالم المنظمة 23 سنة لما بيخشوا بيشوفوا صالة مجمع صلاة بيحصل لهم إبهار بالإمكانيات اللي في مصر هنا. بص يا كابتن، يعني الصور بتتكلم يا كابتن، في أريحية، في إحساس بالأمن والأمان، في فرحة عارمة إن أنت بتتصور تحت سفح الهرم أحد عجائب الدنيا السبع والمزار الرئيسي والكبير اللي تعرفت عنه مصر. يعني بتهيألي ده أهم كتير، أو مش أهم، لا يقل أهمية عن طبعا الفوز بالبطولة أو التنظيم الفني أو المستوى الفني اللي احنا شايفينه ده. الحقيقة أنا شايف إنه مكسب كبير جدا، صدقوني احنا رحنا وشفنا وعارفين بنقول إيه، اللحظات زي ستحفر في ذاكرة كل المشاركين في البطولة أو المشاركات في البطولة. ولسه المنظر ده إن شاء الله هيتكرر كمان ثلاث مرات، بطولة أفريقيا للرجال وبطولة أفريقيا للسيدات كرة يد وبطولة أفريقيا للرجال كرة يد أيضا، هنشوف فرق كتير بتشارك إن شاء الله يا كابتن. فالمنظر ده الحقيقة يعني بيسعدنا جدا، وما يقدرش نعلق عليه غير إنه مصر ستظل ابدا دائما ابدا هي بلد الامن والامان، وسيظل النادي الاهلي هو قلب مصر النابض، النابض طبعا يعني بالحب والوطنيه. وخلينا اقول كمان انه دعوه اللي توجهت لجمهور النادي الاهلي لحضور المباريات، ان شاء الله احنا ما زلنا منتظرين طبعا الجمهور، اللي يمكن الماتشات هتبتدي تسخن وانا متاكد ان شاء الله ان هيبقى في حضور جماهيري. خلينا ارجع مع حضرتك ان شاء الله للناحيه الفنيه، مباراتنا بكره مع الجمارك ما اتكلمناش عنها، الجمارك النيجيري، راي حضرتك فيها ايه يا كابتن؟ لا ان شاء الله ماتش الاهلي وجمارك النيجيري ده ماتش نعتبر اول بدايه البطوله. الفريق النيجيري بيضم لاعبات مستوى فيهم لاعبات مستوى عالي، بس ده برضه يعني احنا بنقول مطلوب بقى زي ما سيادتك بتقول دلوقتي، مطلوب الجماهير خاصه الماتشات ديت ان هم يساندوا الفريق مصر ان شاء الله بكره، تونس او الجزائر الشمس او الاهلي، مطلوب الجمهور يكون متواجد لتشجيع فرقنا المصريه. لازم ان شاء الله عنصر مهم واللاعب رقم واحد طبعا، فدي مطلوبه. وبعدين ماتش نيجيريا ده ان شاء الله ربنا يوفقنا فيه، ماتش مش مستوى مش عالي قوي بالنسبه للاهلي، بس دي بدايه دي بدايه تخش المربع بقى الذهبي، وتخش تحس بالمسؤوليه. لما بتخش كل مباراه بتحس بتخشها بتطلع لفوق بتحس بمسؤوليه اكتر، فهنا بتحمل اللعيبه المسؤوليه والاجهزه الفنيه والجماهير واعضاء مجلس الاداره والنادي وكل ده. يعني النهارده شفنا مثلا في النهايات تلاقي اعضاء مجلس الاداره، وبكره تلاقي مجلس اداره النادي الاهلي كلهم موجودين، والمباراه ان شاء الله قبل النهائي تلاقي بكره برضه اعضاء مجلس الاداره كلهم. كل ده بيديك دفعه لقدام تملي انك تحرص على ان ربنا يوفقنا في البطوله ان شاء الله. طب يا كابتن استاذن حضرتك، هنشوف تقرير مع الكابتن عبد المجيد جراد عضو لجنه الحكام بالاتحادين الدولي والافريقي، هنشوف قال ايه وارجع لحضراتكم تاني. شكرا على قبل كل شيء شكرا على الاستضافه للقاء هذايا، ونحب نشكر النادي الاهلي اولا على التنظيم الرائع للبطوله هذه، وحقيقه حتى الان كل شيء ماشي على احسن ما يرام من جميع النواحي ولجميع المشاركين في البطوله.
بالنسبة للأهم نقطة اللي تهمني أنا هي بالنسبة للتحكيم. احنا هنا الاتحاد الافريقي اللي لجنة الاتحاد الافريقي واللي رأسها الكابتن حسن احمد عين 19 نحكم في لإدارة البطولة هذه، منهم 3 حكام مرشحين دوليين ان شاء الله يكملوا الوحدة متاعهم الامتحانات متاعهم وان شاء الله نشوفوهم دوليين بعد. وعلى حد توا يعني كل الامور التحكيميه ماشيه على احسن ما يرام، والدليل على ذلك ما عندناش حتى كومبلينس ولا حتى من عند اي فريق كان ولا من اي منظم كان، وان شاء الله تكمل الدوره على الطريقه هذه ان شاء الله. شوف تعرف هي كلها مساله امكانيات. اللي تعرف انت البطولات اللي منظمه في مصر وتونس والجزائر والمغرب هذوما عندهم اكثر امكانيات، وهذا ما يمنعش باللي حتى في افريقيا معناتها افريقيا الوسطى ولا الاخرى معناتها لما ينظموا حسب الامكانيات اللي عندهم، ورغم ذلك معناتها رغم الامكانيات القليله ينجحوا البطوله. طبعا هنا في مصر الامكانيات الحمد لله اللي موجوده، وهذا اللي يخلي النادي الاهلي يكون في تنظيمه في اعلى مستوى، وحقيقه يعني المستوى هذا قريب كثير من مستوى التنظيم العالمي. هو صحيح يعني انا من قد انبهرت المره هذه معناتها من مستوى الفرق الإفريقية اللي قاعد ينمو بصفة سريعة. وهذا أنا تكلمت مع بعض المدربين معناتها مع تونس ومصر قلت لهم يلزم ياخذوا احتياطاتهم الفرق هذه اللي قاعدة تنمو بصفة سريعة. تو تعرف يعني من اللي تو شفته أنا شفت يعني طبعا فما الفريق الأهلي، فريق شمس، فريق تونس، فريق زاد البايب لاين الكيني، والفريق الكامروني. هذوما حسب رايي اللي هما اقرب للمربع الذهبي، مش بنقولش شكون الافضل اللي هو وبقيت انا نامن بحاجه كونه اللعب هو في النتيجه هي نتاع الملعب هي اللي تفرق ما بين الفرق. شوف هو توا فما في الاتحاد الدولي في الاتحاد الدولي يعني خذينا اتجاه بالنسبه للحكام، كونوا احنا عندنا تو تقريب 1400 حكم دولي في العالم، منهم تقريب 200 حكم في افريقيا. في الاتحاد الدولي يعني ظهر كونه العدد هذا كثير برشا. اش عملنا؟ ولينا نحبوا نفركسوا في الكواليتي اوفر كوانتيتي، معناتها باش نقصوا في العدد ونحبوا نكونوا الحكام. في تكوين الحكام هذا يعني دخلت التقنيات الحديثه، التشالنج سيستم والوايرلس والتابلتس للحكام وللمدربين والمسجلين والتشالنج سيستم، هذه كلها تقنيات حديثه باش تدخل في دخلت في حيز التطبيق في الاتحاد الدولي وفي بعض الدول. هنا اللي لاحظته كونه في مصر كوني اغلب التقنيات موجوده في مصر، وهنا اول بلد افريقي اللي يدخل التقنيات الحديثه في التحكيم. مازالوا بعض الحاجات ان شاء الله في المستقبل يكملوا يدخلوهم في مصر، وان شاء الله اللي نتمناه كون البلدان الافريقيه الاخرى تاخذ على منوال الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري لهنا لادخال كل التقنيات الحديثه هذه في للتحكيم. وهذه تقنيات علاش الاتحاد الدولي معناتها يركز على التقنيات هذه؟ لان التقنيات هذه باش تقلص من اخطاء الحكام في اداره المباراه. يعني في بطوله في الالعاب الاولمبيه الاخرانيه التشالنج سيستم هذايا تقريب وقت عملوا تشالنج سيستم نقص تقريب 40% من اخطاء الحكام. 40% يتسمى كثير. اللي نحبه احنا كونه النتيجه نتاع المباراه اللي يتحكم فيها هم اللاعبين، يعني ما نحبوش تدخل الحكم بقرارات اللي نجم يغير النتيجه نتاع المباراه. اولا بالنسبه للنادي الاهلي نتمنى له كل النجاح
كل النجاح، وان شاء الله الاجدر في البطوله هذه هو اللي يوز فيها. وطبعا بالنسبه للشعب المصري نتمنى له كل الخير وكل النجاح، وان شاء الله النجاح هذا نتمناه لكل الشعوب العربيه، وان شاء الله ربي ينصرهم. كابتن هشام، تعليق حضرتك على عبد المجيد جراد وكلامه وتقريره اللي احنا شفناه دلوقتي. عبد المجيد جراد طبعا بيتكلم، هو راجل تونسي ويعني ومن الناس القديمه، قيام القديمه قوي، وحضر جميع البطولات الافريقيه. طبعا هو يعشق مصر، يعشق مصر فعلا، وياما بيجي حتى بزيارات خاصه هو وعائلته بيجوا مصر هنا. فهو طبعا وزائد التنظيم اللي هو شافه الابهار، وطبعا بيروح في الدول الافريقيه وبيشوف التنظيم هناك ازاي والمشاكل اللي بتقابلهم كحكام ازاي. فهنا طبعا بيلاقي نفسه في مكان مريح جدا، في كل حاجه، في الملاعب جاهزه بالنسبه للحكام، في ملاعب جاهزه، في الاجهزه الحديثه اللي هو بيتكلم عليها دي احدث حاجه التقنيه الحديثه ديت اللي هي الموجوده، ترتيب الدوران، ما فيش بقى ورقه وقلم زي زمان، جهاز بيكتب فيه الكوتش فيه ترتيب الدوران بتاعه. فمشي العمل كويس جدا جدا، واول مره تطبق في بطوله افريقيا للانديه. هو قال ان البطوله الحقيقه بتنظم بشكل جيد، وقال ان هو توقع اربع فرق توصل للمربع زي ما حضرتك توقعت برضه كده. هم تونس والاهلي والكاميرون والنديب والكينيا، يعني هيبقى غالبا النهايات هتبقى فرقتين من كينيا وفرقه من مصر وفرقه تونس. صحيح، هو احنا في سكتنا يا كابتن ان شاء الله اذا فزنا الجمارك بكره الانابيب الكيني ان شاء الله. ان شاء الله. ده قبل النهائي، وسكه قرطاج هيكون مع السجون. السجون بالتالي يمكن الانابيب اقل شويه من السجون. اقل بكتير. اقل من السجون، يعني يمكن احنا تدريج المباريات عندنا لصالحنا. التدريج الفني. الحمد لله، يعني هي قرعه والحمد لله ربنا بيحبنا. ولو سالتك لو تشوف الواضح ان فعلا حتى الترتيب المجاميع كلها قرعه. فعلا الاقوى الفرق توزعه، الاقوى فعلا هو اللي وصل كاقوى، والثاني هو فعلا زي ما الترتيب بيقول بالظبط. صحيح، زي ما القرعه عملت هو الترتيب النهائي. يعني رؤيه الاتحاد الافريقي في القرعه ما ظلمتش حد. ما ظلمتش حد خالص. يعني هو كان شايف انه النادي الاهلي كمنظم على راس مجموعه. راس مجموعه طبعا. قرطاج راس مجموعه على حمل اللقب. وصيف البطوله اللي فاتت تونس اللي هو الشمس. شمس قصدي. في المجموعه الرابعه حط السجون الكيني. برضو على راس المجموعه، صنفها كتصنيف اول وحطها على راس المجموعه. اذا حضرتك بتشوف شايف ان القرعه يعني الحمد لله من عند ربنا خدمت النادي الاهلي بشكل كبير. خدمت البطوله. خدمت البطوله كمان، ان هي البطوله عشان يظهر النهائيات تظهر بمصر يشرف فعلا البطوله، ما هو النهائيات كل ما بتكون مستوى عالي جدا ده بيخلي البطوله شكلها كويس ويخليها بطوله ناجحه. وده يا كابتن بيتهيألي نتيجه القرايه الصح من الاول لمستوى الفرق. يعني طبعاً. ساعات بنشوف ان ممكن تقرا الفرق مش مظبوط، فبتحط فرقتين جامدين مع بعض في المجموعه، بيكون النهايه ان انت في الفاينل ممكن حد يوصل مش من حقه يوصل. دي رؤيه طبعا، احنا يعني كلنا حافظين بعض، الفرق الافريقيه كلها حافظه بعضها، يعني على مستوى افريقيا كلنا حافظين بعضنا، حتى على مستوى العالم برضه حافظين الدول اللي هي فيها قوه وضعف. فاحنا الكتاب مفتوح. صحيح، كلنا بنقرا فيه كل حاجه بسهوله جدا. صحيح. طب كابتن، يعني خلينا نقول ان حضرتك تتوقع بكره ان شاء الله فوز النادي الاهلي في مباراه الجمارك النيجيري. برضه حضرتك تتوقع ان شاء الله الانابيب في قبل النهائي، برضه النادي الاهلي ان شاء الله يقدر يتخطى لان خلاص عندنا زي ما قلت لسيادتك عندنا في مفاتيح كتير قوي. في أي شامي، في فريدة، في مريم مصطفى، في نهلة سامح، في مريم متولي، في نور ياسين، كل دي مفاتيح زاد الأجنبية، دي كلها مفاتيح بتلعب على أعلى مستوى. يعني كل الأسماء اللي أنا بقول لسيادتك عليها دي بتلعب بتشكلها زي ما أنت عايز في الملعب. صحيح، يعني زي ما أنت النهاردة سيادتك قلت إن في أحمد سعيد نقلناه في مركز اثنين، كل دول برضو ممكن جدا بيتنقلوا في مراكز حسب الماتش اللي قدامه، وعندهم كفاءة وبيلعبوا في منتهى السهوله جدا الماتشات ديت وبطل قوه. طب كابتن، مفاتيحنا جامده. كابتن، يعني الطريق للبطوله اكيد مش مفروش بالورد زي ما الناس بتقول، الطريق للبطوله لازم مجهود وعرق وتعب وتخطيط وتركيز كل شيء عشان تقدر توصل للميداليه الذهبيه. حضرتك تقول لبناتك ايه؟ تقول لفرقتك كل دول طبعا، يعني حضرتك يا اما مرنتهم في المنتخبات يا اما طبعا طبعا يعني ومرنت مدربينهم كمان. فخليني اقول لحضرتك تحب تقول لهم ايه؟ يعني لو حضرتك هم سامعينك دلوقتي وان شاء الله يكونوا سامعينك، تحب توجه لهم رساله ازاي؟ ايه؟ بقول لهم ربنا يوفقكم، اذا كانت الاهلي او الشمس ربنا يوفقكم بكره، وارفعوا راس مصر
وانا عارف انتوا بتحبوا مصر قد ايه وبتحبوا النادي الاهلي قد ايه او بتحبوا نادي الشمس قد ايه، ارفعوا راسنا بكره ان شاء الله وشرفونا وكسبونا علشان نبقى كلنا سعداء في الايام السعيده دي، في كلنا نبقى سعداء في الايام اللي جايه ان شاء الله. وطبعا ده اكيد يا كابتن بدون ضغط عصبي، يعني الموضوع يعني اسهل بكتير، هي ما اتحطوا تحت ضغط عصبي وكانوا قدها بدون اي ضغط عصبي، يعني احنا برضه بنناشد ان شاء الله، بالعكس ده حماس، متعودين كل واحد بيجي لعبة خمس ست بطولات عالم بالظبط، بس هم لو صارني لغايه دلوقتي يبقى حسابهم بكره عسير. لا لا يا كابتن ان شاء الله يشرفوك، وخلينا نشوف برضه يعني الحكام لهم دور كبير وفي البطوله يمكن هم العنصر الاهم. عملنا تقرير يا كابتن مع بعض الحكام العرب، عملنا مع كابتن نجلاء طلعت حكم مصر، وريم شوبيل الحكم التونسي، وبكرنية وافية الحكم الجزائري. خلينا نشوف قالوا ايه وارجع لحضراتكم تاني. يمكن البطوله الافريقيه البنات بتبقى مش زي الولاد، اوكي، بس هي يمكن احنا عندنا بس المستوى عندنا في مصر هو اعلى شويه من مستوى الافارقه، بس ان شاء الله يعني الاهلي يأدي كويس، هو وفرقه الشمس من بيمثلوا مصر في البطوله ديت، وان شاء الله يعملوا حاجه كويسه. النادي الاهلي يعني زي ما حضرتك بتقول نادي قرن وصاحي كبير وفخر لاي حد اصلا يشترك في بطوله زي ديت، وخصوصا يعني النادي الاهلي بره، يعني احنا لما نطلع نقول نادي الاهلي بتبقى حاجه كبيره قوي يعني بره، وهما هنا حتى الناس هنا فرحانه قوي ان النادي الاهلي هو اللي بينظم وان هم موجودين في النادي. طبعا هم مبسوطين جدا بالتنظيم ومبسوطين بالاقامه وبالمستوى. يمكن احنا زي ما قلت لك قبل كده هو المستوى عندنا في فرق ما بيننا وما بين مستوى هناك، فهم عندهم لا يعني هم مبسوطين ان دي يعتبر يعني البطوله الافريقيه من اكبر البطولات اللي بتبقى في افريقيا، اوكي، ومن اقواهم، فان هم يشتركوا في حاجه زي ديت لا طبعا بيبقى عندهم اكسبيرينس، وخصوصا احنا بنستخدم حاجات اللي هي التكنولوجي في الماتشات والكلام دوت، فلا بالنسبه لهم دي حاجه جديده وبيتعلموا وبياخدوا اكسبيرينس منها. انا جيت يعني مش اول مره يعني يجي فيها لمصر، المرة دي حاجة يعني حاجة أخرى يعني حاجة إكسبسيونيل، تنظيم باهي برشا يعني برافو 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 بون كونتينياسيون، إن شاء الله هكا احنا ديجا نعرفوا النادي الأهلي يعني بالكورة، نعرفوا بالفولي يعني جاونا حتى قبل لتونس، ويعني نعرفوا لي هو فريق كبير برشا ولا يعني ميرسي بوكو بور سا. يعني هم يقولوا اللي مصر أم الدنيا، يعني انا لما جيت لمصر يعني بنأكد يعني ناكد الحاجه هذه، اوكي، يعني بجد مصر هي ام الدنيا. انا علاقتي بمصر كبيره برشا، انا عندي اخوات هنا يعني مش صحاب، الحمد لله يعني انا متواصله معاهم ديما، ومن اول مره جيت فيها يعني اتمنى اني نجي كمان، يعني عايزه ارجع تاني وتاني وتاني. يعني الجمهور يعني البارح تفاجأت، يعني هما بيحكوا لي عن جمهور الألترس، إن شاء الله يعني لسه أكيد حشوفه في فاينل، وإن شاء الله مستوى عالي يعني برافو بالحق. يعني أنا مش أول اشتراك ليا في بطولة يعني كيف ما هذيا، هذه أحسن واحدة بالنسبة لي يعني في كوتي تنظيم، ويعني بالحق حتى الصالة يعني الوقت يعني الناس اللي حوالينا يعني حاجة تشرف بالحق. يعني هي صحيح المرة هذية أكثر مرة يعني تلاقي فيها أندية مشتركة، صعبة شوية علينا، أوكي، بس حتكون أمتع يعني بارابور المرات اللي فاتوا، حتكون أمتع يعني عشان ديف يعني حتكون فرصة لنا عشان نحكم أكثر، أوكي، وحتكون إكسبرينس أكثر يعني حتكون أحسن لنا، عارش يعني أكيد يعني العدد متاع الفرق هو اللي حيتيح لنا الفرصة أننا نكون موجودين أكثر، وهو يعني حاجة يعني صحيح، واحد احنا زي بنقول بالتونسي واحد عنده الزهر انه موجود في مستوى زي ده في اكسبيريانس زي دي،
والحمد لله الحمد لله. هي أول بطولة لي، أول مشاركة هنا وأول مرة أجي لمصر يعني. نحن نشتغل وكمان ملاحظين، يعني بنلاحظ إنه في تنظيم محكم، لأنه في الجزائر كنت بشارك في بطولات وكنا نشوف يعني بنشارك في التنظيم وفي البطولة في حد ذاتها وبنعمل الفرق، يعني هو تنظيم محكم يعني. احنا لسه ما خرجناش، بس انا قبل ما اجي كان عندي كم معلم كده وكم مكان عايزه اروح له، منها الاهرامات طبعا. يمكن كنت عايزه اروح ميدان التحرير، انا رحت له كده في اسكندريه، يمكن اماكن في اماكن الغردقه، يمكن مش عارفه يعني، في اماكن انا محددهم يمكن عايزين نروح ليهم ان شاء الله. انا سعيده كثير انه انا يعني حصل لي شرف اني اكون هنا، لانه هو انا كنت هو في البطولات عامه النادي هو اللي بينظم، بس انا هنا لاحظت انه النادي عنده جدران زي ما بتقول، عنده هيئه كبيره وفيها يعني تقريبا كل حاجه. ده طبعا شرف لنا ان نكون اعضاء في البطوله دي. 19 عدد يعني هو عدد كبير يعني، وفي كان متوقع اكثر، بس هو عدد كبير كمان، والمستوى هو يتأرجح يعني كده، مش مستوى عالي ومش مستوى يعني، على حسب الماتشات. يمكن في الدور الثاني يمكن حيكون حيتقسموا شوي ويكون المستوى ما يكون يظهر المستوى احسن يعني. كابتن هشام، يمكن وجود حكمات عربيات في هذا العرس الافريقي بالتالي مكسب كبير، والاعتماد عليهم الحقيقه شيء يشرف. طبعا الحكمات، الكره الطائره عامه منتشره، كره نسائيه منتشره في الدول العربيه والافريقيه اكثر من العاب كتير قوي يعني، فهي فعلا في حكمات كتير قوي، عشان زي ما انت شايف سيادتك 19 فرقه على الاقل، ده غير اللي هم يعني اعتذروا لظروف ماليه او حاجه زي كده. اما انت النهارده ففي انتشار الكره الطايره النسائيه، ليه؟ في هنا نقطه، الكره النسائيه تملي فيها الاستمراريه اكتر من الولاد. صحيح، يعني الكره بتبقى رايحه جايه فيها استمراريه اكتر من الولاد. الولاد بيطلع بيخلص كره بقوه وبيخلص الرالي بتاع اللعب، الرالي بتاع اللعب الكره النسائيه موجود، فعشان تلعب في الكره النسائيه فيها لذه وحلاوه اكتر من اي حاجه. الولاد بيخلصوا بيخلص كلمتين ورفعه وخلص، انما البنات بيبقى فيها استمراريه. لعلم حضرتك حلاوتها، بنلاقي في اوروبا الماتشات الكره الطايره السيدات حضور جماهيري اكتر من الولاد. اكتر طبعا فيها استمراريه يعني. صحيح. ماتش الاولاد ممكن نقعد 45 دقيقه 50 دقيقه، البنات لا بيقعد ساعه ساعه ونص. صحيح، فيها استمراريه، فعشان كده فيها الحلاوه بتاعت المتفرج. بتبقى فيها امتاع. صحيح، كره الطايره السيدات بيبقى فيها امتاع طبعا، بصرف النظر طبعا عن الناحيه الفنيه، ولكن الحقيقه بيكون الرالي بتاع اللعبه لما بيكون طويل والكره رايحه جايه اطول وقت ممكن، بتمتع المتفرج بتمتع. صحيح صحيح. طب كابتن، خلينا نتكلم اكتر على بطوله الرجال شويه، نحط الضوء عليها. البطوله دي هتخلص ان شاء الله يوم 15، بطوله الرجال هتبتدي بعديها ب 10 ايام، هتبتدي يوم 25 ان شاء الله مارس، هيكون فريقنا رجع بالسلامه من بولندا. البطولة حتى الآن طلب 30 فريق الاشتراك. الاتحاد الأفريقي قال إن الأولوية لمن يسدد الرسوم أولا، وده وضع طبيعي، لأن أنت ممكن تقول عايز أشارك وما تسددش الرسوم. بالظبط. خلينا نقول إن في حالة الماكسيمم الفرق اللي ممكن يجي هو 24 فريق، ما يقدرش يستوعب أكتر من ذلك، لأن التنظيم هم الأقصى عدد 24. شايف إن لو العدد ده شارك ممكن يصعب البطولة على النادي الأهلي؟ طبعا صعب على النادي الاهلي بحاجات كتير جدا يعني. النهارده لازم يكفي ملعبين تانيين للتدريب، مش مباراه كفايه دول المباراه، بس المباراه هتبدا من الساعه 10 الصبح، احنا بنبدا الساعه 2. اما بالنسبه اذا كان 24 فرقه يعني، ممكن جدا يبقى 6 مجاميع، كل مجموعه 4 فرق، فلازم يعمل ماتشات من الساعه 10 الصبح لغايه 8 بالليل، مباريات ورا بعض على طول في جميع البتاع، فزائد ملاعب للتدريب. اكيد هيكون في ملاعب ثانيه، لازم ملاعب تدريب. وبالتالي يعني في المكان ده او مكان نادي الاهلي الجزيره في انديه وفي اماكن قريبه ممكن يتمرنوا فيها، في اماكن، في مركز شباب الجزيره ممكن يتمرنوا فيه، في يعني
في كم مكان كده ممكن الاستاد مش بعيد ده بتعدي كوبري اكتوبر بس بكون في الاستاد برضه مش بعيد ممكن ياخدوا الاستاد ممكن ياخدوا مدينه نصر في اماكن كتير جدا ممكن يستطيع الفرق انها تتمرن اللي يجيبوها البنيه التحتيه الحقيقه البنيه التحتيه الحمد لله دلوقتي بقى في صالات في مصر ما كانش زمان فيه كان زمان صاله واحده بس في مصر صحيح جامعه القاهره دلوقتي الحمد لله يعني كان زمان ما فيش غير جامعه القاهره يا كابتن مش في جامعه القاهره بس بس جامعه القاهره كانت يعني اسكندريه بس اسكندريه الكلام ده خالص اسكندريه اتبنت سنه 51 يعني دي احسن صاله كانت عندنا هي اتبنت من 51 في استاد اسكندريه صحيح يا كابتن يعني اذا بمشاركه 24 فريق في الرجال لازم هتبقى بطوله قويه جدا قويه جدا هتبقى ممتعه فنيه هتبقى عاليه جدا عاليه جدا هيبقى فيها استفاده كبيره استفاده كبيره جدا 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 لمصر وللنادي الاهلي طب كابتن 24 فرقه بتقولوا بيطلعوا يقولوا مصر طب النادي الاهلي طب كابتن هشام قول لي في فرقه فاجئتك في بطوله السيدات يعني في فرقه انت ما كنتش متوقع انها بالمستوى ده وفاجئتك ولا ما كانش فيه مفاجات ايوه الشمس الشمس انت كنت متوقع انهم احسن خالص متوقع انهم احسن ففاجئوك انهم مش مستوى يعني انا الفرقه الافريقيه كلها احنا حافظينها زي ما سيادتك بيقول احنا كلنا حافظين حتى البنات بتوعنا او الفيجو اليوم كلهم اصدقاء مع الفرق كلها صحيح يعني من كثر اشتراكنا في البطولات الافريقيه في جميع المراحل ناشئين وشباب وانديه انديه كل سنه انديه ففي الالفه ما بينهم ومستوى كله معروف مستوى الفرق ايه تمام طب كابتن احنا معانا يعني تقرير للمدير الفني لفريق فيجن الاوغندي خلينا نشوف قال ايه وارجع لحضراتكم تاني Cameroon has been a tough team. They are a hard spiking team and they are very defensive. But my ladies were up for the task and that's why we won it. As you saw, it wasn't any easy, but we kept going from the start. إنه يعني هو كانت منافسة شوية ممكن تكون صعبة بس هم البنات معايا كانوا كويسين فعشان كده هم بدأوا بداية كويسة وكملوا عشان كده كسبوا الحمد لله. The competition between the group was quite tough. We are with the two defending champions of this tournament. That is Shams and also Pipeline of Kenya. So it was a really hard competition in the group. But we've played our best being two times appearance in the competition. We are a young team in the competition and it was really a tough group for us. الجروب كان صعب شوية عليهم كانت منافسة جديدة بس هم فازوا مرتين ودي كانت حاجة كويسة ليهم فهو شايف ان هي كانت منافسة كويسة قوي. My nominated teams for the finals is Prisons Kenya versus Al Ahil Egypt. Prisons من كينيا والأهلي من مصر. It has been a tough game for us. We expected them because they have a lot of energy, they are using a lot of power but we came to fight for it since we are not five people in the pool. We needed it most. We needed at least to be number three, given that we have the champions, those Pipeline and El Shams. They are hard teams, so we expected to beat others. كانت منافسة صعبة جدا بس والناس كمان كانوا عندهم طاقة كبيرة وكان عندهم حماس كبير وان هو كان كويس ان هم وصلوا للمرحلة اللي هم فيها دي. كابتن هشام يمكن فيجن من الفرق اللي تصنفت ان هي جايه للمشاركه يعني جايه بس تستفاد وده برضو مؤشر ان في دول بتحاول تجيب نفسها في الكره الطائره. الكاميرون اكثر لاعباتها محترفين في الخارج. تمام. يعني اكثر فرق عندنا في بنات افريقيا محترفين في اخر هي الكاميرون. الكاميرون اولاد وبنات. عندهم اكثر عدد محترفات او محترفين في اوروبا. اولاد وبنات في اوروبا. فهم عشان كده الانديه يمكن عندهم مش بقوه دعين. المنتخبات عندهم تمام يعني احنا بس وكمان الاوغندا يعني الفريق ده اوغندي برضه اوغندا يعني بتحاول تجيب نفسها يعني اوغندا لسه جديده انا قصدي اقول كده لا اوغندا لسه جديده احنا بنتكلم على اوغندا او الكاميرون او الدول دي ففي منهم محترفين بره كتير قوي اوغندا لسه جديده خالص لسه وبتحاول بتحاول صحيح يا كابتن دول برضه سنتين ثلاثه هتشوف هتلاقي حاجه ثانيه اكيد خالص. ان شاء الله بسم الله ما شاء الله, يعني اجسام يعني كابتن هشام بدراوي المدير الفني لمنتخبات السيدات بمصر والاتحاد المصري لكره الطائره بشكرك يا كابتن شكرا جزيلا نورتني وشرفتني واحنا بنعتذر ان احنا سهرنا حضرتك انا عارف طبعا ان انت ما بتتاخرش ابدا على قناه النادي الاهلي طبعا ما بقدرش اتاخر على قناه الاهلي ده بيتي يعني انا اعتبر في بيتي يعني
وان شاء الله ربنا يوفق باذن الله. ان شاء الله يكون معنا يعني وباذن الله نحتفل سويا بفوز النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. اعزائي المشاهدين بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبكره لقائنا مع ملوك الصاله الساعه 5 والاستوديو التحليلي لمباراه نادي الشمس، واكيد هيكون بعديها مباراه النادي الاهلي ايضا. زي ما عودناكم تغطياتنا الحصريه والمستمره لبطوله افريقيا في نسختها 29 لكره الطائره السيدات والتي تقام على صاله الامير عبد الله الفيصل بالجزيره. شكرا جزيلا لحسن المتابعه، والى لقاء غدا مع ملوك الصاله.